السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير نتوما؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله. نجيب لكم غي اليوم واحد طويجين ساهل ماهل. عندنا رويب عاد اللحم نص كيلو، كيلو جوج كيلو كل واحد علاش قداه، البصله والقزبور والثومه ما يحيدهاش الطبيب، البزار والزعفران سكينجبير ما يحيدوش الفرملي، المويها والزويته، المويها ما كاينش الماء، الخضره غادي تطلق الماء ديالها، الزويته باش يتشحر، باش يتشحر الحيمه مع البصيله ومع التويمه ومع بزيره والزعفران سكينجبير والخرقوم. انا تنقول الزعفران راه هو الخرقوم، تتشحر مزيان ونغطيو عليه حتى يطيب على مل. ارميو الخضيره ونبينا عليه السلام. هنا صورت لكم الحيمه راهي على قد الحال، نقولك 10 دراهم، نقولك 20 درهم، نقولك 30، نقولك 50، نقولك 100، نقولك 100، الله اعلم، كل واحد يشري على قد حاله. الحيمه طابت هنا، ترميو الخضيره، كل شيء تيطيب على الباخ. عندي هنايا بطاطا والقريعه، تنسبق بطاطا نستفها على الطويجين ونعاود نكمل بالقريعة. هنا النبل ولا درتها عاد سميتو عاد قسمتها على جوج، القريعة تنخليه يطيب على مهله، ما تديري له لا ما ولا حتى شي حاجه. الا بغيتي ديري له تديري له شويه شي جوج معلقات ولا ثلاثه ديال، حيت القرعه كلها ماء، القرعه تطلق الماء شويه وتتخليه يطيب على مهل على مهل على مهل، بحال اللي غادي تطفي البوطه. يعني الا بغيتي مثلا الغداء خصك تنصبيه بكري وتنستفو الخضيره، وفوق الخضيره تنديرو بصيله، داكشي اللي عندنا، عندنا البصيله تنديروها فوق منها، عندنا المطيشه تنديروها فوق منها فلاكي، ما عندناش ما تنديروش. تندردرو شويه ديال البزار، الا بغينا مثلا داك شويه ديال البزيره ومليحه نديرو فواحد شويه ديال الماء، واحد 4 المعالق كاع ديال الماء، ونسميتو نهدو ونستفوه فوق منها ونكبوه فوق منها، ونبينا عليه السلامه بالصحه والراحه. هنا نسيت ما صورتكم اللي طاب، ما صورتوش نسيت، غا حطيناه وبدينا بالماكله نسينا راسنا على اينا، حنا كليناه بصحتنا وراحتنا، وحتى نتوما يلا عطاكم الصحه. جبنا تاني عاود وكله اخرى مع هذا الفيديو باش ما نطولش بزاف. درنا واحد الكراتان، جوج خيزوات، وجوج بصلات، وجوج فلفلات، وشويه ديال سميتو ديال الكفته. هادو هما المقادير. وبالنسبه للتبزيره، تبزيره عاديه، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال القزبر، شويه ديال الثومه، شويه ديال الهريسه. الا كاين عندكم ورقه سيدنا موسى ديروها، عندكم شويه ديال الزعتر ديروها، عندكم شويه ديال الازير ديروه، كلشي يكون مزيان صحي، وتردوا في المقله كلشي يتشحر، تيبقى يتشحر 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 حتى تيوقف مزيان. واخا تيبقاو دوك الخضيره وسميتو، لان ما تنساوش عرفتي اللذه في البصله والفلفله، عرفتي تعطي واحد اللذه بنينه. المهم الانسان تيبقى تي هذا، وعافاك ديرو فواحد المقله ما تكونش تتلصق، انا الا كانت المقله تتلصق صافي راه ما بقى ما تيبقى شيء البنا فيها، ولكن انتم براسكم تتعذبوا في هذا، تتبقاو كل مره تكرطوا كل مره تكرطوا داكشي كاع كله اللي بنين تيلصق، تتمشي الزويته تيمشي كاع اللي علاش العمل. مهم تنبقاو نحركو نحركو حتى تتنشف مزيان،
اسمحوا لي هنا يا راه ما عندي شي الضو بزاف في الكوزينة، انا شوية قليلة وشادة البورطابل بيد وشادة وسنحرك بيد، هذاك الشي علاش شوية الضو قليلة، اضاءة تكون قليلة على اينا. ماشي مشكل، المهم انتوما تقبلوا عليا، وكنتمنى هذا الفيديو يكون يعجبكم. ورمضان تيبغي غير هادشي الناشف، واخا حتى الطويجين راه غير شهوة وصافي، مرة ما بقى حد لا تيدير لا طواجن ولا يدامات ولا والو. هادي الكراتان ديال البطاطا ديال لا سميتو ديال كفيتة ديال لادان ديال مرقاز، كل مرة بنادم داكشي اللي وجد بنادم يديرو، ماشي بالضبط غير الا كانت هاديك ولا كانت هاديك. هادي تنخليوها تشحر، هادي خلاص تبزيرة تحميرة ملحة الكامون، لا هذا البزار الكامون. دابا درنا خلينا هذه تشحر، ها هي تشحرات، ها هي شربات مزيان، ما بقاتش فيها كاع قطره ديال لا زيت ولا ما ولا حتى شي حاجه، حيت تقريبا حتى حاجه كاينه القرعه اللي تطلق الماء ما كايناش فيها، ما حكيتاش، كانت عندي داك شويه قلت غادي نطيب به، ما كاينش ما كايلاش هذا صافي. من صافي اكتفيت بالفلفله وخيزو والبصيله وبطاطا. دابا غادي ندوزو البلاطو ديال الكراتان، غادي ندهنوه بالزبده، دهناه مزيان بالزبده وندوزو باش نوجدو لاصوص بيشاميل. لاصوص بيشاميل تنديرو جوج معالق ديال الزبده وجوج معالق ديال الطحين فورس، طحين فورس مغربل طبيعه الحال، ونسطرو ديال الحليب، تنزيدو معاه شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وتنحركو تنبقاو تنحركو حتى تتقال. النوب الاولى ملي تنديرو الزبده تنعاودو نديرو عليها تذوب شويه، نديرو شويه الطحين حيت تنخلطو داك الطحين بديك الزبده، ونزيدو هذا ونزيدو الحليب، تنبقاو نخلطو حتى حتى تختار، ملي تختار وتتقال هذيك هي لاصوص بيشاميل. تنخطو بطاطا ديالنا كما العاده، تنفرشوها تفريشه الاولى، نسيت ما انا تيسحبني كنت نصور الساعه ما تصور ليش، تفريشه الاولى ودرت داك اللي سميتو الحشوه، ودرت لاصوص بيشاميل، وعاوتاني درت الطبقه الثانيه، وعاود درت الحشوه، وعاود درت لاصوص بيشاميل، وفوق منها الفرماج، وبالصحة والراحة.